كلام الناس لا يكون ملاك للمؤمن، الناس مدحوه لا يهتم بذلك، الناس ذموه لا يهتم بذلك، الناس فهموا ما يهتم، لم يفهموا لا يهتم بذلك. الآن أنتو هذا النمل الذي يوجد في البيت، إذا علم هذا النمل فرضا أنكم عملتم العمل الفلاني، هل تفرحون بذلك؟ لا. إذا لم يعلم بذلك هل تحزنون لذلك؟ لا.